جينا بقى للبلاي ستيشن وهنشوف بقى الاستاذ محمد والاستاذ رامز يعملوا ايه في سباق العربيات اللي عندنا. جاهزين للسباق؟ جاهزين. جاهزين للتشجيع؟ جاهزين. يلا بينا الريدي ستيدي جودوس اكس وابتدي على طول. جو. اهم حاجه يا اولاد، اهم حاجه تاخدوا بنزين، اهم حاجه لو لقيتوا بنزين خدوه، لازم تفولوا وانتم ماشيين. دلوقتي احنا معانا محمد في محمد بيتقدم، محمد في المركز ال 18، برافو يا محمد. ولسه رامز في المركز ال 19، برافو رامز. يلا يا محمد في ال 18، بقى في ال 17، في ال 16، في ال 15، برافو. ركز يا رموزه. رامز في ال 19، محمد رجع بقى في ال 18. لا لا يا رامز. 17، برافو برافو. رتله محمد، برافو. بقى في ال 13، ما انت بقى في ال 4، اوه ورا بعض. ركز ورا بعض. 11، 10، محمد في العاشر وتأخر بقى في ال 11، رامز لسه في ال 14. دوس يا ميدو دوس، ادمت بنزينة. محمد في ال 11، في العاشر. ركز يا رامز. رامز في ال 11 وراه على طول. بقى في ال 14. رامز خد الحاجات الزرع اللي بتجيلك. ما توتروهوش عشان لما بتوتروه بيتقلب بالعربية. يلا. في التاسع محمد. ركز ورامز يا في ال 12. محمد اتقلب يا حبيبي. بس مكمل عادي في التاسع. ركز انت بعد الشر عليه. رامز اتقلب برضو. البطء ده بس لسه في ال 11. خدوا بنزين يا جماعه، خدوا بنزين. في السابع برافو يا رامز اللي بتجيلك. اسرع من كده يا رامز. ركز يا رامز. اسرع من كده ايه يا رامز؟ سيبيه سيبيه. هو في المركز العاشر. اوه محمد في الخامس. في السابع. يا لهوي. ركز يا رامز. سيبيه يا بنتي، ما حدش وهو بيسوق عايز حد جنبه بيوتره كده. يلا شجعه من غير ما توتروه عشان يدعاه. فاينل لاب عند محمد في الرابع ورامز في الثامن. ممكن جدا يحصل فلوت تويست وتتقلب الموازين. اهم حاجه البنزين يا اولاد. شطور يا رامز. برافو برافو. الله الله يا ابني، الله يا محمد. محمد مركز قوي في المركز الرابع واخد بنزين ومفول. رامز في التاسع وقرب له. محمد كسب في المركز الرابع ورامز في المركز التاسع. بس عاش يا شباب والله، سباق حلو جدا جدا جدا. تعالوا بقى نروح نشوف هنعمل ايه تاني عندنا في رحلتنا.